Here we go. Gather round, it's about to begin. It's me, like Mendizi. I'm about to blow your mind. You're about to see something that you never seen before. Thank you. كل مهرج هو ممثل بارع وليس كل ممثل هو مهرج. الطفولة تاعي كانت طفولة يعني مفهمة بالحيوية والنشاط. كنت طفل يعني كما يقول لك كثير الحركة. مازالني دوكا كثير الحركة، كي ندير الشو كاميرا هكذا مازالني كثير الحركة باش تمد هذيك الإنرجي الناس يشوفوك. كي يكونوا صغار كي حد مخرج بيلوت، حتى تخرج طبيب، بعد هذاك العام يبدا يتناطر تفيق بالليك شغل ما فيهاش. ولكن في لما كان في كنت في المتوسطة عرفت بلي راني حاب نخدم مع الدراري الصغار برك، راني حاب ندير لي شو ونفرح الدراري الصغار وبأي طريقة، المهم نكون مع الدراري الصغار. لأنه في المدرسة الجزائرية ولا في المدرسة كما كنا نقولوا ما كانش كاين مجالات للمسرح ولا للترفيه وكذا، يعني الواحد ما كانش وين يخرج هذيك الطاقة تاعو، خرجها في الكلاس مع التلاميذ، خرجها مع الأستاذ كامل. الخطرة أستاذة تاع الفرنسية قالت لي روح دير الكلون تاعك في الماريكان في هذاك الوقت. انا رحنا لامريكا. لاكتيفيتي هذه تاع الكلون بدات تاع 2012، خدمنا في واحد المستشفى تاع باب الواد تاع مايو. كان واحد العمل هكا تاع يعني عمل تطوعي عيطولي. رحت انا غير باش نعاونهم هكذا، ماشي كومان كلون، راح نعاونهم برك. الكلون ما جاش، خدمت معاهم يعني كان عندهم اللبسه وكامل ديكيزيت انايا. واول مره هذه كانت اول مره ندير كلون. كنت نحب نروح نخدم باطل باش نشوف المستوى تاعي وين راهو يدور، بغض النظر على كلام الناس وكذا. وانا كنت نحب انا هذيك الخدمه، كنت نحب نروح يعني ونحب ندير هذه الحاجه باطل غير باش نشوف النيفو تاعي وين راهو يدور. حبيتها، جات فرصه انه بديت نخدم يعني بالدراهم وكان يعني مصدر رزق رائع جدا 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 جدا. في هذه الشخصيه الموهبه هذه خلتني نكون واثق من نفسي، لانه الموهبه هذه او هي كانت موهبه بعد انا رجعتها الى مهنه. ما يخفلكش انه فن الكلون ولا التهريج ما عندهاش زعما يقول لك انت المهرج انت كلون انت كذا انت كذا. خلتني نكون كونفيدنت، خلتني نكون انسان واثق من نفسي ونحب واش ندير. هذاك الحب لهذاك الشيء خلاني نكون واثق من نفسي. يعني لقمان ايضا منشد، الناس ما يعرفش لقمان يدير الطرب العربي، قاري مقالات موسيقيه، يحب الانشاد. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبوثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خادي حين ألقاك أروي تربة من دمعي سرورا في محياك. كيف حتى قررت نروح لأمريكا شفت أنه نحوس نطور من نفسي وننقل هذا الفن اللي نديره إلى ناس واحد أخرين يشوفوه من جميع أنحاء العالم. كانت تجربة أحببتها بحلوها ومرها، يعني حاجات الملاح حبيتهم فيها وحاجات مش الملاح حبيتهم فيها. الجمهور الأمريكي جمهور مختلف، جمهور شايف ويعني أيضا شايف ومتعطش لهذه الأشياء باش يشوفها دائما، لأنه ما يخفلك شارلو شابلين يحبوا الفن الصامت، يحبوا الحاجة اللي فيها 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 تشويق هكذا لهم. كان قبول كبير جدا جدا. أنا كي كنت أنا في الجزائر ما كنتش ندير فن الشارع. فن الشارع أول مرة درته في أمريكا. من أصعب الفنون هو فن الشارع، لازم يكون عندك فن كيفاش تجيب الناس، فن كيفاش تخلي الناس مدة نص ساعة يشوفوك، فن كيفاش تنحي دراهم الناس. مش سهل أنك تجيب 400 بنادم ولا 500 بنادم وانت واقف وحدك في الوسط تدير لهم الشو. الفن هذا لما نديره هنا في الجزائر تلقى الطفل الصغير مبرونشي لك وشوية ناس كبار مبرونشين، مش لأنه انت راك تدير في حاجة عيانة، لأنه هو في راسه ما راهوش متقبل انت واش كدير. في امريكا قاع واقفين او ماي جاد ذات واز امينج، قاع فرحانين. هذا هو الفرق. حتى واحد ما كنت نستنى فيه باش يامن بيا، ولكن الناس اللي امنوا بيا اعطوني دعم واعطوني حافز باش نكمل. حبيت نقول لك باللي هذه حياتك انت، مش حياة هذاك الشخص اللي حط لك كومنتار عيان، مش حياة هذاك الانسان اللي قال لك انت ما تقدرش. هذه حياتك انت. ابدا وين راك، وين راك حاليا ابدا. انا زدت تربيت في واحد بلدية اسمها بلدية السمعة، في واحد منطقة اسمها دوار السعادة، منطقة ما كاش يعرفها، صغيرة اسمها. مش شرط تكون زعما لازم تكون في ألجي، لازم تكون في باري، لازم تكون في كندا باش تبدا. نو، ابدا وين راك. قولي اعملوا فسير الله عملكم والمؤمنون. لما تخدم ربي يوفقك.